انتظرونا الساعة 11 على نهار اليوم ومن على ضفاف قناة السويس، بنشارك كل المصريين فرحتهم، وكل دقيقة كل أعضاء النهار تقريبا بينضموا لقناة السويس والإسماعيلية. انتظرونا في تغطية متميزة، مصر كلها بتفرح واحنا جايين نبدأ الفرحة ونشارك مصر فرحتها، موجودين معكم على ضفاف القناة القديمة انتظارا لافتتاح القناة الجديدة، لا تذهبوا بعيدا. مصر بتفرح، والنهار والنهار اليوم والنهار رياضة وكل شبكة تلفزيون النهار، كلنا موجودين في الإسماعيلية وعلى ضفاف قناة السويس عشان احنا كمان نفرح ونكون مع حضراتكم.